في اليوم الأول من المخيم العمل التطوعي يشارك طواقم من سريه الكشاف الروم الأرثوذكس وطواقم من الجبهة والحزب والشبيبة الشيوعية، وفي عنا ضيوف كمان من شفاعمر وعنا ضيوف كمان من برا، ورح توصل عنا مجموعة من بير زيت، مجموعة طلاب جامعيين رح يشاركونا، ورح إحنا اليوم ننفذ كتير أعمال. إحنا ندعو الجمهور الطيب في عبلين يشاركنا كمان بكرة السبت، عنا كتير أعمال بدنا ننجزها، وعنا يوم الأحد ويوم السبت بندعي جمهورنا الكريم الساعة 7:30 عن احتفال شعبي وفني من أجل تتويج هذا العمل الأول في عبلين والتجربة الأولى. فلذلك نطلب من جمهورنا يساعدنا ويساعدنا بالتنظيم ويساعدنا ويشاركنا في العمل التطوعي في عبلين. أهلا وسهلا في الجميع، ونعطيكم العافية للي بالتطوعين، وشكرا لكل اللي بيغطي أحداث هاي المخيم التطوعي الأول في عبلين تحت شعار انتماء وعطاء. وأهلا وسهلا فيك. هذا عرس وطني من الدرجة الأولى، هذا عرس مش زي باقي الأعراس، عرس وطني وراح نستمر فيه كل سنة إن شاء الله. بحيي كل الأيادي السمراء القوية اللي أدت دورها هذا اليوم وراح تأديه دائما، وشكرا لكم.